أفاد مراسل حلب اليوم بأن شخصين على الأقل استشهدا وأصيب آخرون جراء استهداف قوات النظام بلدة خان طومان وطريق حلب دمشق الدولي، وذلك في أول خرق للهدنة المعلنة. وكانت مدينة حلب وريفها شهدت خلال الساعات القليلة الماضية هدوءا حذرا في أغلب المناطق بعد دخول الهدنة المتفق عليها بين الجانبين الروسي والأمريكي حيز التنفيذ. بالنسبة للحرب اختلفت 100%، يعني هلا أولت امبارحة نحن ما في هون يعني ثلاث أرباع سوق مسكر، امبارحة الحمد لله رب العالمين في كثافة حتى سكان، يعني نحن ما توقعنا هيك، يعني امبارحة حركة كويسة والسوق كويس الحمد لله، أولت امبارحة ما استفتحنا، اليوم امبارحة السوق كويس واليوم السوق كويس الحمد لله، يعني قصدي وقت وقف الطيران الناس يعني مجرد بس مخبيين بيوتها حتى ما حدا ينزح، يعني الطيران هذا كله اللي ضربه والله يمكن ما حدا شفت أنا شخص نزح. وهلا الان الحمد لله طلع يعني شوف العينك سوق مليان من الساعه بكير، يعني للعصر بتطلع هون الزحمه زحمه، بتطلع عالم كثير الحمد لله، العالم ايش بده؟ بده يوقف هالظالم الضرب، هذا العالم ايش بده؟ بده العالم تعيش بامان، تعيش باستقرار، تعيش يعني عندنا اولاد اطفال، عندنا الحمد لله العالم كله بالشوارع، والحمد لله رب العالمين الوضع كثير كويس بلا طيران. يعني اختلفت الحركة شوي، يعني لأني ما بقي طيران هدي الوضع، النسوان صارت تتشجع تنزل على الشارع تشتري وتشتري يعني اغراض. علينا كل شيء الحمد لله رب العالمين، صرنا نشتغل وصرنا عايشين الحمد لله رب العالمين. يعني أحسن من أيام القصف؟ أحسن بكثير طبعا، لغشلون يعني واحد عن يكون ما في شيء وعايشين بأمان الحمد لله رب العالمين، يعني نشتغل وعايشين ما في مثلنا، بس عاد بصير قصف ما عم نحسن نشتغل طاول. التغيير هذا اللي صار هلا امبارح كان غير اليوم، اليوم شوي احسن، بس والله العظيم ما له امان، هذا خاين، هذا عميل اسرائيل عميل ايران، هلا خلي السوار يتصل على الارض على المضبوط، بتشوف اسرائيل ازرته، بتشوف ايران ازرته، بتشوف الروس ازرته، ضرب القدس ما خلى مشفى، لا خلى شيء، لا خلى شيئان. وين في هدنه؟ وين في هدنه؟ صار 100 مره خربوا الهدنه، وين الهدنه اللي عم يحكوا عليها؟ ايه هدني؟ ما في هدني ولا في شيء. بسوي هدني من هون بقصف المدنيين، بسوي هدني من هون بقصف المدنيين من هون. وين هدني؟ اشراء العالم بالاراضي. هسا عم بقولوا هدني؟ صار ما في تغيرت الحركة ما تغير شيء كله على حاله، هذا هو لا فرقت معنا لا بالاول ولا بالاخير. هدني نحن بدنا هدني نحن بدنا نشيله ان شاء الله هو واعوانه باذن الله، بس بدنا ان شاء الله تتوحد الفصائل. تتوحد الفصائل مشان نقدر لهال 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 الأمة اللي عم تغدرنا هي. بس لا أكثر ولا أقل. الله ينيه على خير، الله يجزيكم الخير. وللحديث أكثر عن هدنة مدينة حلب وريفها ينضم إلينا عبر سكايب مصطفى عبد الله مدير مكتب قناة حلب اليوم في حلب. يعني مصطفى، كيف تبدو الأوضاع لديك في اليوم الأول من هدنة وقف إطلاق النار؟ أهلا بك غينا، كما ذكرت هدوء حذر فعلا يخيم على مدينة حلب وأيضا على الريف الحلبي ما عدا ما يجري في الريف الجنوبي صباح اليوم. في مدينة حلب إذا بدأنا، كان هناك خرق للهدنة من قبل قوات النظام بقذائف تدفعية أو قذائف دبابات سقطت على حي كرب الطراب، ولكن لم يسجل لدينا أي إصابات أو شهداء الحمد لله. لكن في الريف الجنوبي كان هناك منذ الصباح خرق لعصابات الأسد في قصفها لمحيط خان طومان وأيضا قصفها لطريق حلب دمشق الدولي الواقع في الريف الجنوبي، وما أدى إلى استشهاد شخصين كانا في سيارة عند جسر ريف المهندسين الأول. أيضا كانت عصابات الأسد تستهدف منذ الصباح محيط بالقذائف المدفعية، أيضا تستهدف محيط مدينة العيس، وأيضا كان هناك قصف على هوبر من قرية أبرويل، وهناك أيضا استهداف لقرية الزربة أو مدينة الزربة من عصابات الأسد الواقعة في قرية خلصة. هذا هو واقع الحال الآن أخت غينا في ما يخص الهدنة. نعم. طبعا الوضع نعم تفضل مصطفى. ما يخص الوضع الإنساني وحركة الناس في مدينة حلب تحديدا، ونحن في مدينة حلب شهدت اليوم حركة إيجابية وهناك حيوية من قبل المدنيين في الشوارع وفي الأسواق الشعبية وأيضا في المنظمات والجمعيات، هناك حركة عادية، عودة للسيارات بشكل عادي وإن لم نقل جيد.
طبعا الناس ما زالت حذرة خوفا من خروقات النظام المتكررة للهدن السابقة. الناس لم تعد تؤمن للنظام وللطيران الروسي كما كان يحصل كل مرة تكون هناك هدنة يقوم النظام بالقصف ويستشهد المدنيين. نعم شكرا لك مصطفى عبد الله مدير مكتب حلب اليوم في حلب. من جهتها أعلنت قوات النظام أمس أن اتفاقا للتهدئة سينفذ لمدة 48 ساعة بدءا من صباح اليوم الخميس. وكانت مدينة حلب قد تعرضت لحملة شرسة من قبل طيران النظام وروسيا امتدت نحو أسبوعين، استشهد على إثرها أكثر من 250 مدنيا وأصيب الآلاف فضلا عن دمار واسع لحق في البنى التحتية.